مين اللي عايز يبارك لك؟ احد الزملاء قول الو. انت بقى، انا مش موجود، اعتبرني مش موجود واتكلم انت. الو الو انا لا لسه قول الو تاني. طيب كمان واحده. يا ده رمالي عبد الله بكري. ده رمالي. لا هو مش انا الدرمالي ده، في واحد تاني. واحد تاني. بس هو مش هيرضى يقول اسمه. الحق كده. لا مش هيقول اسمه. بس يا كابتن اسلام، ازيك يا عبد الله؟ ازيك يا كابتن، عامل ايه؟ اخبارك يا حبيبي؟ كله تمام؟ تمام يا كابتن، الحمد لله. موسم رائع الحقيقه يا عبد الله ليك، ويعني نتمنى لك مزيد من التوفيق خلال الفتره اللي جايه. خليك يا كابتن. انتقال مجدي محمد مجدي قفشه للنادي الاهلي، وعايزك تقطع لي فيه شويه، ما تقعدش تعلي فيه. انا بقول لك اهو قطع لي فيه. لا والله، لو قطع كابتن يبقى هو غلطان. انا الوحيد اللي كان بيشوط الكوره في رجلي واستلمها. والله لا والله والله. واساله يا كابتن، هو بيلعب ايه؟ بيشوط الكوره. ده عبد الله ما شاء الله بيشوط في التمرين 100 كوره في التمرين. يعني هو بيلعب مساك وبيشوط 100 واحده. لا هو قفشه طبعا. ابارك له في الاول. ايوه ربنا يخليك يا ابو. طبعا قفشه من الشخصيات المحترمه جدا يعني، الواحد يعرفها في الكوره وفي النادي، ويستاهل كل خير. غير ان هو طبعا لعيب جامد، ما كانش على المستوى الشخصي طبعا. قفشه يعني حاجه محترمه، الواحد يعني الحمد لله مبسوط له وعارف قفشه. وخطوه دي ان شاء الله ربنا يكرمه مع النادي الاهلي كده، ويكون اضافه كبيره للنادي الاهلي. وقفشه طبعا هو اصلا لعيب طموح. سعيد اللي هو صغير، لا لعيب طموح عنده امكانيات كبيره تساعده اللي هو الفتره الجايه ان شاء الله يبقى اضافه للنادي الاهلي. ويوحشنا ان شاء الله اشوفه بقى تاني قريب. اوعى بس هو داخل عليك ولا لا؟ انا عايزه يرقصك بقى ويجيب فيك جول. لا هو بص بقى يا كابتن، ثواني يا عبد الله معلش، بس عشان انت ما بتقولش الصراحه كده. والله قول الصراحه. بس انا كنت عامل عمليه من فتره، فرجعت، فكنت بنزل تمرين، هم كانوا بيخافوا عليا. فاول تمرين رحت واخد عبد الله شمال، ورحت مرجعه تاني، ورحت حاططها في بطن رجلي. هو يفتكر يا كابتن. انت كذاب يا فاروق. بيقول لك انت كذاب يا فاروق. هات لنا فاروق برضه نسلم عليه. خد يا كابتن فاروق معاك. متشكر يا عبد الله جدا، ربنا يخليك. اخويا ده يا كابتن فاروق.